هذا موضوع خطير، أريد أن تتابعوه معي حتى النهاية. إنه تأثير اللباء الحامي لمشاكل الجهاز الهضمي وتحديدا الأمعاء الدقيقة. كثير من الناس يعانون من حساسية القمح أو حساسية الجلوتين أو بصيبهم شيء يسموه الداء الزلاقي، بحيث تتشكل أجسام مضادة تخرب زغابات الأمعاء. هذه الزغابات تزيد من مساحة سطح الامتصاص. أيضا هناك كثير من الناس يعانون من مرض مناعي ذاتي مثل داء كرونز والتهاب القولون التقرحي، والذي يحدث في داء كرونز تحديدا برضو تخرب في زغابات الأمعاء، والتهاب القولون التقرحي نجد أنه يحدث تخرب في الغشاء المخاطي للقولون. في الحقيقة وجدوا أن اللباء فيه مجموعة رهيبة من العوامل، ومنها عوامل النمو ما يعيد بناء زغابات الأمعاء. ليس هذا فقط، وجدوا أن الطفل عندما يولد بتكون زغابات الأمعاء وجزء كبير من جهاز الهضمي غير متطور، وهو يعتمد بشكل أساسي على تطور جهاز الهضمي بواسطة استخدام اللباء، وفيما بعد اللبن الأم في الحقيقة. ولذلك كل من كان يعاني من التهابات في الأمعاء أو القولون أو حالات إسهال معندة أو الداء الزلاقي أو داء كرونز أو التهاب القولون التقرحي ننصحه بتناول اللباء. ولا ننسى أن اللباء يعيد بناء بكتيريا الأمعاء، وله تأثير قاتل بشكل جذري لجرثومة المعدة لمن كانوا يعانون من جرثومة المعدة.